لأنه العمل السياسي والاجتماعي لازم يترجم على الأرض بأفعال. ضمن مجموعة من الحملات عم بننظمها نحن من فترة لهلأ، رح ننظم بين 19 و27 الشهر تشرين الأول يعني الحملة الوطنية المجانية للعناية بالنظر. نحن كحركة شباب لبنان بالتعاون مع جمعية العناية بالنظر، هيدي الحملة رح تشمل مختلف المناطق اللبنانية كل يوم تقريبا بمنطقة لمدة 9 أيام. بدي أدعي كل أهلنا بكل المناطق اللبنانية تحفظوا نظرهم وتتكون الوقاية خير من علاج، إنه يتوجهوا على المراكز اللي رح نعمم عنا قريبا ونعلنها بوسائل التواصل الاجتماعي بوسائل الإعلام، يتوجهوا على هالمراكز تيفحصوا عيونهم ويتاخد الإجراءات اللازمة الطبية إذا كان عندهم أي مشاكل، وهونيك رح يتم توزيع نظارات طبية مجانية على الأشخاص اللي ببين إنه هن عندهم حاجة ليحطوا نظارات. بحب أشكر كل الجمعيات اللي تعاونت معنا، كل المنظمات، كل المؤسسات، النواب من مختلف المناطق ومن مختلف الكتل اللي كانوا داعمين لها الحملة على أكثر من صعيد. بشكر كل مين وقف حدنا وكل مين عم بيكون على استعداد تيلبي أي شيء عم نطلبه، إن كان الجهات الرسمية أو الجهات الخاصة فيما يتعلق بهيدي الحملة. وبدي أدعي كل المواطنين اللبنانيين يشاركوا بهالحملة وينزلوا يبحثوا نظرهم تتكون الوقاية خير من علاج، وهنيك رح يتم توزيع نظارات طبية مجانا للأشخاص اللي بيصبوا بالفحص الطبي إنه هن بحاجة. نحن رح نكون ب 19 تشرين الأول بعكار، ب 20 الشهر رح نكون بالضنية، ب 21 الشهر رح نكون بطرابلس، ب 22 رح نكون بجبال، ب 23 تشرين الأول رح نكون بإقليم الخروب، ب 24 تشرين الأول رح نكون ببيروت، ب 25 الشهر رح نكون بصيدا، ب 26 الشهر ببعلبك، وب 27 الشهر رح نكون عم نختم حملتنا بالبقاع. بتمنى من الجميع يتوجهوا على المراكز اللي رح نعلن عنها بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تيصير لهم فحص العين مجانا. نتمنى هيدي الحملة تكون عامل توعية للجميع تضلهم عم يبحثوا نظرهم دوريا، لأنه النظر بالنسبة لكثير وبالنسبة لكل العالم هو أغلى من كل شيء، لأن الإنسان إذا ما كان بيشوف هيدي مشكلة كثير كبيرة وأساسية بحياته.